تسدى لهذا الرجل الذي أفنى عمره كما قلت هنا بمسجد حي الحجب. شكرا وألف شكر. أيها الحضور الكريم، باسمكم جميعا أقف هنا وقفة إجلال وعرفان وإكبار للفقيه الجليل العلامة سيدي الحاج محمد ضمير الذي أفنى زهرة حياته وشبابه في خدمة العلم وفي خدمة القرآن وفي ترسيخ مبادئ وقيم الإسلام السمحة. حضرنا هذا اليوم في هذا التكريم الذي نظمته ساكنة الحجب الفوقاني في توديع أو لتوديع إمامهم وخطيبهم الذي قضى أكثر من 50 سنة في الإمامة والخطابة والوعظ والإرشاد. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على مكانة الإمام لدى الساكنة أولا. للإمام مكانة عظيمة في المجتمع المغربي بصفة عامة ولدى المجتمع السوسي بصفة خاصة. الإمام هو القدوة، الإمام هو الأب، الإمام هو المربي، الإمام هو الذي نرى فيه الأخلاق الرفيعة، نرى فيه التعامل الحسن مع الكبير والصغير، خصوصا سيدي الحاج محمد ضمير الذي حضرنا اليوم حفل تكريمه، فهو شخصية فذة يمكن لنا أن نستشف منها أو نستشف من شخصيته مجموعة من الدلالات أو مجموعة من الخصال الحميدة التي يحتاج إليها القيم الديني في مسجده. فالراعي الأول للقيمين الدينيين هو مولانا أمير المؤمنين حفظه الله الذي ما فتئ وهو يقدم عنايته السامية لهذه الفئة، يقدم له العناية الكريمة ولهم مكانة عظيمة في جنابه الشريف. الحاج محمد ضمير بالمناسبة اليوم التفت أهل ساكنة الحجب وجماعة المسجد لتكريم هذا الإمام الذي قضى أكثر من 53 سنة في هذا المسجد المبارك. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منه مسيرة حافلة بتعليم كتاب الله للناشئة، بإمامة المصلين، بإلقاء الخطب يوم الجمعة، بالوعظ والإرشاد، كل ذلك الحمد لله كان لوجه الله سبحانه وتعالى. هذا التكريم إن دل على شيء فإنما يدل على الحب الذي يربط هذا الإمام بالساكنة الذين بادلوه نفس الشعور. فمن هذا المنبر، منبركم المحترم، نقدم لهم التقدير والاحترام ولا يسعنا إلا أن نقبل أيديهم على هذه الالتفاتة التي ستبقى وساما على صدورنا. جزاكم الله خيرا كذلك على حضوركم، وفقكم الله لما يحبه ويرضى. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.